السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع هذا اليوم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش تدعموني باللايك، اشتراك في القناه، تفعيل الجرس هكذا توصلوا بكل ما هو جديد على القناه. واذا عجبك الفيديو هذا ما تنساش تدعميه باللايك هكذا يظهر في محركات البحث. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه خاصه بوصفات عيد الاضحى. جبت لكم اليوم شطيطه تاع اللحم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. جربوها وتنشوفوها. اول حاجه نديروها هنايا في كوكوطه، حطيت كميه تاع الزيت كما راكم تشوفوا، ولا سمن ولا زبده كما تبغوا. هنايا عندي قطع تاع اللحم كما راكم تشوفوا اللي كنت قطعتهم مكعبات، من الافضل يكونوا تاع هبره هكا صافيه. انا هنا محلطه درت هبره، درت شويه اللي يكون فيها الشحم، ونحط هذاك اللحم تاعي في ذاك الزيت تكون النار قاوية باه ما يطلقلناش الماء. نقليه مليح على نار تكون عالية، هنا نزيد شوية تاع الزيت، دير شوية قليل ونخليه على نار كيما تكون عالية، نخليه يطلق. من جهه اخرى غادي نقطع حبه تاع بصل مكعبات. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما تقلى هذاك اللحم مليح، هنايا ديت حبه تاع بصل تكون كبيره قطعتها مكعبات هكا، مكعبات صغيره، ونضيفها هنايا لهذاك اللحم. ونزيد نخليها تتقلى هذيك البصله مع خليت هذاك البصل مع اللحم يذوب. ونجو هنايا نحضروا الدرسه. هنايا ديت سنينه تاع الثوم، واحد الربع سنينه تيكونوا كبار. نضيف لهم هنايا عندي شويه فلفله حمراء حاره، تبغوا ديروا لها ديروا فلفله الفلفل الحار عفوا، شويه تاع فلفل اسود، عندنا فلفله حمراء حلوه، عندنا شويه تاع الملح. انا هنايا اللحم ما نكثرلوش الملح باه يطيب لي، ندير غير شويه تاع الملح، من بعد كي يطيب 100% نزيد له الملح. عفوا هنايا عندي شويه تاع سكنجبير، عندي شويه تاع سكنجبير ماشي حاجه، غير واحد شويه. عندي شويه تاع الكمون، الكمون ما نكثروش غير شويه. من بعد في الاخر لما تبدا في الكمون نضيفي، لان ديري في البداية غادي يطلق لنا المرق، ونضيف شويه تاع راس الحانوت، وعندنا شويه تاع الكرويه. هذه الدرسه نطحنها كامل بالمهراس ونطحنهم مليح مليح هذوك التوابل مع درنا هذاك البصل كما راكم تشوفوا، ونضيف عليه هذيك التتبيله اللي درناها او الدرسه اللي درناها. هنا تبغوا ما ديروش الحار ما ديروش. ونقليها مليح مع هذاك من بعد هنايا عندنا حبة تاع الطماطم اللي كنت ثاني رافيتها حبة كبيرة، نضيفها على نخليها. غادي نضيف تقريبا
تاع اكل طماطم مسطره، نخليهم يتقلى معاهم ثاني. عندنا حمص، نخلي الكل مع بعض. هنا تبغوا ديروا فلفل حار، يعني ديروا انت فلفل حار ديروا، انا هنايا كي درت فلفله حمراء حاره مازج. تبغوا ديروا الهريسه ثاني من بعد في الاخر كي ندوق نصيب خصني في حار، بالك ندير شويه تهريسه. الان غادي نزيد الماء والمرق، المرق كما كنت تشوفوا، ندير الماء بالكميه اللازمه ونبلع الكوكو تاعي ونخليه يطيب على نار متوسطه حتى يطيب لي هذاك اللحم والحمص. تختار لي اللحم تاعنا كما راكم تشوفوا راهي جاهزه، هذا هو الشكل النهائي تاعها. هنايا بعد ما يطيب لي اللحم ويطيب لي هذاك الحمص نتاكد من الملح، انا ما كثرتش البديه الملح باه يطيب لي اللحم. وهنايا نخلي المرقه تاعنا تعقد كما راكم تشوفوا، نزينها بالمعدنوس ونقدموها، تجي من اروع ما يكون. هنا فقط بالنسبه لليدام، الا بغيتي تكثري ديري قطع تاع اللحم اللي يكون فيهم شويه تاع الشحم بالزياده وخليها طيب، تجي روعه ان شاء الله. تجربوها وتنشوفوا فيها. كلكم ما تنساوش اذا عجبكم الفيديو تاع نهار دعموني بلايك، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس حتى توصلوا بكل ما هو جديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد. نقول لكم سلام، تهلاو في روحكم.